بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي هنتكلم عن شاشة الأذنان. ازاي نفتح شاشة الأذنان؟ الأول من حضور الانصراف من العمليات هنخش على الأذنان. ازاي اعمل اذن الموظف؟ اول حاجة بختار اسم الموظف، تظهر لي مواعيد العمل الخاصة بيه، ولكن الموظف لو عنده اكتر من فترة دوام اكتر من وردية دوام هتظهر لي مواعيدها. لا هو الوردية، فاختار احدد له الوردية الاول اللي انا هعمل فيها الاذن وتاريخ الاذن. الوردية هتبقى في يوم كام الاذن ده؟ اول حاجة في عندنا 3 انواع للاذنات نبقى عارفينها: اذن مؤقت، اذن حضور متاخر، اذن انصراف مبكر. ايه الفرق بين الثلاثه؟ الاذن المؤقت ده معناه ان الموظف حضر في ميعاد الدخول بتاعه ميعاد الدوام بتاعه وهيستاذن في نص اليوم، هيروح ياخد الاذن بتاعه في نص اليوم نظرا للظرف اللي هو قدم عشان الاذن. فبالنسبه لي اول ما اختار اذن مؤقت هي لازم ادخل له توقيت الخروج ان هو هيبصم وهو خارج، وليكن هيخرج الساعه 11 وهيرجع الساعه 13، الساعة 1، يبقى كده عملت له اذن مؤقت. لا ده لو اذن حضور متاخر، ايه اللي بيفرق؟ ان هو طبعا الموظف مش هيجي في ميعاده، فتوقيت الدخول بتاعه هيتغير، هيجي مثلا الساعة 10، يبقى انا اعمل له اذن يجي الساعة 10. معنى كده ان انا مش هحسب الموظف جه الساعة 10، مش هحسب له تاخير لان هو مستاذن. اذن انصراف مبكر ده النوع التالت بتاعنا، اللي هو ساعتها الموظف جه حضر في ميعاده بس هيخرج بدري عن ميعاده، فاعمل له اذن انصراف مبكر. فطبعا ده معناه توقيت الخروج بتاعه هيتغير، فلكن قلت له يخرج الساعه 17، لما يخرج الساعه 17 اللي هو الساعه 5 مش هيحسب له تاخير، وبكده يبقى انا عملت اذن للموظف. وبالمثل ده بنعمل اذن لاي موظف في اي يوم احنا عايزينه. وبكده يبقى انتهينا من شرح شاشه الاذنان. شكرا.